السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نتحدث عن درس أثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت. بس بحب أنا أنوه لنقطة مهمة جدا، إنه بسبب الظروف اللي إحنا بنمر فيها، فإحنا عملنا على إنه نبسط هاي الدرس. ومهم جدا، المطلوب منا طلاب وطالبات مدارس النظم الحديثة بس فقط المادة المشروحة في هذا الفيديو فقط. إذن المطلوب منا بس المادة اللي راح أشرح لك إياها في هذا الدرس. بسم الله نبدأ. أثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت. الآن أثر تعديل البيانات، نوضح يعني عنوان الدرس شو، يعني على المدلول تبع عنوان الدرس. تعديل البيانات على المقاييس الإحصائية بشكل عام، يعني ما هي العمليات الحسابية التي تتأثر بها هذه المقاييس، اللي هي العمليات الضرب، الجمع، الطرح والقسمة. الآن مر معنا وصف تاسع، أثر تعديل البيانات على مقاييس النزع المركزية، اللي هي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. هلأ رح نأخذ مثال نطبقه على مقاييس النزع المركزية، ونفس المثال نطبقه على مقاييس التشتت عشان نشوف كيف الفرق بتأثر هاي المقاييس. الآن طبعا هذا الدرس راح يكون بس على البيانات، القيم، المشاهدات، مش جداول تكرارية. يعني في هذا الدرس لا يوجد جداول تكرارية. مثال بحكي لنا، إذا كانت علامات 5 طلاب في اختبار قصير هي 4 8 7 9 7. الآن بس نراجع مراجعة سريعة لمقاييس النزع المركزية. المتوسط الحسابي كيف نطلع إحنا متوسط حساب لهي العلامات؟ مجموعهم على عددهم، اذا مجموع القيم على عددها، هي المتوسط الحسابي. بس نذكر بالبسيط وبالمنوال بسرعه. البسيط كيف كنا نطلع الوسيط؟ كنا نقوم بترتيب هاي البيانات تصاعديا او تنازليا، ويكون الوسيط هو القيمه اللي في المتوسط في الوسط. المنوال هو اكثر قيمه بتتكرر. يعني لو جينا هنا طلعنا، لو بدنا نحكي المنوال هو ايش؟ 7، صح؟ انه هو اللي تكرر اكثر شيء. الوسيط بدي ارتب احكي 4 7 7 8 9، فالقيمة اللي في الوسط برضو راح تكون 7. الان احنا اخذنا المتوسط الحسابي عشان نشرح اثر تعديل البيانات على مقاييس التشتت. هلا طلعنا المتوسط الحسابي اللي هو مجموع القيم على عددها، 4 زائد 8 زائد 7 زائد 9 زائد 7، على عددهم 5. مجموع هدول بيطلع 35 على 5، اذا برضو طلع المتوسط الحسابي هون عندنا ايش؟ 7. الان نقوم بعملية تعديل، وهي بتصير كثير في بعض الامتحانات. امتحان مثلا بكون من 20، الأستاذ بده يخليه من 10 بقسمه على 2، مثلا من 20 بده يخليه مثلا من 100 بضربه ب5. هذا هو التعديل اللي بصير على البيانات. إذا تم تعديل هذه العلامات بضرب كل علامة في 3 وطرح من الناتج 1، فما قيمة المتوسط الحسابي بعد التعديل؟ لأن هاي القيم اللي هي قبل التعديل، العلامات 4 8 7 9 7. الآن 4 لما أضربها ب3 بتصير 12، وأطرح منها 1 بتصير 11. نفس الشيء 8 أضربها ب3 24، ناقص 1 بتصير 23. 7 ضرب 3 21، نطرح منها 1 بتصير 20. وكذلك 9 9 في 3 27، ناقص 1 26. و7 نضربها في 3 21، ناقص 1 20. إذا هلأ العلامات بعد التعديل تصبح 11 23 20 26 20. هلا بدنا نوجد المتوسط الحسابي للعلامات اللي بعد ما عدلناها. نفس القانون، مجموع القيم على عددها، نجمع ال 11 وال 23 وال 20 وال 26 وال 20 وبنقسمها ب5، طلع مجموعها 100. 100 تقسيم 5 بيطلع المتوسط الحسابي بعد التعديل 20. الان هلا بدنا نشوف احنا ايش العمليات الحسابيه اللي تتاثر فيها المتوسط الحسابي، اللي هو احد مقاييس النزع المركزيه. نلاحظ ان المتوسط الحسابي بعد التعديل راح يكون متوسط الحسابي قبل التعديل ضرب 3 ناقص 1. نشوف كيف يعني. الان بعد التعديل طلع كم؟ 20، وقبل التعديل كان 7. اذا بجي بحكي 7 ضرب 3 21 ناقص 1 بيطلع 20. اذا لاحظنا انه المتوسط الحسابي يتاثر بالضرب والطرح. طبعا اذا تاثر بالضرب يعني بتاثر بالقسمه، واذا تاثر بالطرح او الجمع بتاثر في كل العمليات. اذا بنلاحظ هاي الملاحظه المهمه جدا، انه مقاييس النزع المركزيه اللي هي الثلاثه، المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال،
تتأثر بجميع العمليات الحسابية. الآن نيجي نأخذ نفس المثال السابق هذا نطبقه على مقاييس التشتت. نفس الشيء إذا كانت علامات الطلاب 5 طلاب في هذا الامتحان القصير، نفس الشيء 4 و8 و7 و9 و7. أخذنا إحنا مثال من هاي المقاييس التشتت اللي هي المدى والانحراف المعياري والتباين، أخذنا المدى. الآن المدى في القيم العادية اللي هي مش جداول تكرارية للمشاهدات، هاي أكبر مشاهدة ناقص أصغر مشاهدة. من تعريف المدى، المدى هو أكبر مشاهدة، الفرق بين أكبر مشاهدة وأصغر مشاهدة. إذا نحن هنا بنحكي على إيجاد المقاييس للمشاهدات وليس للجداول التكرارية. أكبر مشاهدة لو طلعنا شو أكبر مشاهدة عندنا 9، وأصغر مشاهدة 4. إذا 9 ناقص 4 يساوي إيه؟ إذا المدى بيساوي 5. طيب قمنا بتعديل هذه العلامات بنفس الطريقة اللي فاتت، ضربنا كل علامة ب3 وطرحنا من الناتج 1. هلأ العلامات بعد التعديل شو صارت؟ 11 23 20 26 20. هلأ نفس الشيء المدى إيش بيصير؟ المدى اللي هو بعد التعديل أكبر قيمة اللي هي 26 ناقص أصغر قيمة 11. 26 ناقص 11 15. طيب هلأ هناك لو جينا نطبق على مقاييس النزعة المركزية، المفروض نجي نضرب المدى اللي هو 5 صح، نضربها ب3 ونطرح منها 1، هل بتطلع 15؟ طيب 5 ضرب 3 4 15 ناقص 1 14. اذا لاحظ انه المدى هون ضله 15. شو معناته هون؟ هذا يعني ان المدى تاثر بالضرب ولم يتاثر بعمليه الطرح. اذا هاي النتيجه المهمه جدا اللي بدنا نتوصل لها بشكل عام، فإن مقاييس التشتت تتأثر بعمليتي الضرب والقسمة ولا تتأثر بعمليتي الجمع والطرح. إذن مقاييس التشتت بس تتأثر في عملية الضرب أو القسمة. هلا هذا الحكي كله الآن راح نلخص الدرس اللي إحنا بدنا إياه المطلوب منا في هذا الدرس في القاعدة التالية. هلا في هذا الدرس راح نتعامل مع بس مع 4 مقاييس، 3 مقاييس التشتت اللي هي المدى والانحراف المعياري والتباين، وناخذ المتوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية. اذا بدنا ناخذ المتوسط الحسابي، المدى، الانحراف المعياري والتباين، وسوف نلخصها في القاعدة التالية. الان بحكي لنا اذا كانت سين القيمة قبل التعديل وصاد القيمة بعد التعديل، فان العلاقة بين سين وصاد هي علاقة خطية، صاد بتساوي ألف سين زائد باء. هلا ألف هاي ألف سين يعني ألف ضرب سين زائد باء، هون بدنا نشمل جميع الأربع عمليات الحسابية، الجمع والطرح والضرب والقسمة. ألف إذا كانت مثلا كسر يعني قسمة، يعني بقول لك نص ألف معناها ألف تقسيم 2 صح، وإذا كانت باء مثلا سالب 4 إذا بتصير طرح. إذا هلا هاي العلاقة راح تلخص لنا إيش تأثر البيانات بالعمليات الحسابية لجميع المقاييس المطلوبة. هلأ أولا نبدأ بالمتوسط الحسابي. لاحظنا احنا في المثال السابق المتوسط الحسابي بعد التعديل اتأثر بجميع العمليات الحسابية. إذا كاتب لك المتوسط الحسابي بعد يعني بعد التعديل يساوي ألف اللي هو هذا معامل سين للضرب ضرب المتوسط الحسابي اللي هو كان قبل التعديل زائد باء. إذا بنلاحظ أن المتوسط الحسابي هون بيتأثر بجميع العمليات الحسابية. هلأ أنا هون كتبت لك يا بالرموز سين بار أو سين شحطة اللي هي المتوسط الحسابي بعد التعديل يساوي ألف اللي هو معامل سين ضرب المتوسط الحسابي قبل التعديل زائد باء. نيجي لمين المدى، مثل ما لاحظنا في المثال السابق المدى بعد التعديل بس تأثر بعملية الضرب يساوي، حطينا مطلق ليه؟ لأنه ممكن يكون معطينا ألف قيمته سالبة. هلأ بمقاييس التشتت، مقاييس التشتت دائما بنأخذ القيمة المطلقة لمعامل سين ضرب المدى قبل التعديل. الآن الانحراف المعياري بعد التعديل يساوي برضو لأنه مقياس تشتت يتأثر بس في الضرب، مطلق ألف ضرب الانحراف المعياري قبل التعديل. بالرموز احنا بنعرف الانحراف المعياري شو رمزه، عين. إذن عين بعد التعديل يساوي ألف مطلق ألف ضرب عين قبل التعديل. نشوف بس التباين اللي بدي تنتبه لي عليه، التباين
هون حكي لنا ألف تربيع. والله هون بدي الكل ينتبه ويركز معي. ألف تربيع ضرب التباين. ليش حطينا ألف تربيع؟ لأن التباين احنا حكينا إيش؟ التباين هو مربع الانحراف المعياري، صح؟ إذا كان الانحراف المعياري عين، فإن التباين شو؟ عين تربيع. عشان هيك لما نيجي نطبق على أثر تعديل البيانات على التباين، نأخذ معامل سين بنربعه ضرب عين تربيع قبل التباين، يعني إيه؟ التباين قبل التعديل. إذن التباين أكثر شيء بدنا ننتبه عليه، لأنه في بعض يعني أكثر من تغيير بيصير على أثر تعديل البيانات. هلا في مثال عندك صفحة 102 في الكتاب، مثال 7-6 صفحة 102 بحكي لنا إذا كان متوسط الحساب لمجموعة من المشاهدات 5، إذا معطينا سين فتحة 5 والمدى 7 والانحراف المعياري 2.5، عدلت جميع القيم حسب العلاقة صاد بتساوي 8-4 سين، حيث سين زي ما حكينا دائما تكون القيمة قبل التعديل وصاد القيمة بعد التعديل. احسب المتوسط الحسابي بعد التعديل، المدى بعد التعديل، الانحراف المعياري بعد التعديل، والتباين بعد التعديل. بناء على القاعدة السابقة احنا تكلمنا عنها قبل قليل، حكينا المتوسط الحسابي بعد التعديل بتأثر بجميع العمليات الحسابية. اذا الف هلا انا هنا اعطيت لك هنا في هذا البوكس اللي موجود على اليسار العلاقة صاد 8-4 سين، لاحظ هنا انا خربت الترتيب. ألف هي معامل سين كم؟ سالب 4، وباء هي مين؟ 8. إذن حسب القاعدة اللي احنا حكينا عنها قبل قليل، المتوسط الحسابي بعد التعديل شو بيساوي؟ ألف اللي هو كم؟ ألف سالب 4 ضرب المتوسط الحسابي قبل التعديل، كم معطينا إياه المتوسط الحسابي؟ 5، صح؟ إذن بيصير سالب 4 ضرب 5 زائد 8. ليش حكينا زائد 8؟ لأن المتوسط الحسابي يتأثر بجميع العمليات الحسابية، بيطلع سالب 20 زائد 8، اذا الجواب بيطلع سالب 12. نيجي لمقاييس التشتت. المدى، المدى بعد التعديل، هلا المدى قبل التعديل كم؟ بالسؤال 7. هلا القاعده شو بتحكي؟ مطلق الف ضرب المدى قبل التعديل. الف كم قيمتها؟ سالب 4، ناخذ مطلق بتصير 4، 4 ضرب 7 بيصبح المدى بعد التعديل 28. نفس الشيء الانحراف المعياري مقياس تشتت بس بتأثر في الضرب أو القسمة، يساوي مطلق ألف ضرب الانحراف المعياري قبل التعديل. الانحراف المعياري قبل التعديل كم؟ عين نعطينا هي 2.5، يعني بصير مطلق ألف اللي هي ألف سالب 4 مطلقها 4 ضرب 2.5، شو بطلع الجواب؟ إذا الانحراف المعياري بعد التعديل 10. هلا نيجي للتباين وننتبه هون كمان مره حكينا التباين، القاعده بعد بتحكي الف تربيع. هلا ليش ما حطيت مطلق؟ لانه اصلا لما نربع سالب او موجب راح يطلع الجواب موجب، اذا ما حطينا مطلق. ضرب التباين قبل التعديل، طب هو التباين مش معطيني اياه بالسؤال، صح؟ التباين لو جينا على المثال ما في، مش معطينا قيمه التباين، لكن انا بقدر اطلع قيمه التباين. نعم التباين هو مربع الانحراف المعياري. اذا نيجي على جنب المعطيك انه التباين يساوي عين تربيع. عين تربيع تساوي عين 2.5 تربيع، هلا مربع بضرب 2.5 ضرب 2.5. هلا في ناس كثير بيجي بربع الخمسة وبربع 2، غلط. 2.5 ضرب 2.5 نعملها يعني نضرب 25 ضرب 25 بتطلع 625، وبرجع الفاصل لمكانها بتصير 6.25. اذا بنيجي سالب 4 اللي هي الف، الف سالب 4 تربيعها كم؟ 16. 2.5 تربيعها هاي طلعناها على جنب 6.5، اذا بتصير 16 ضرب 6.5 بيطلع الجواب لما نضربهم 100. واضح؟ اذا نركز على ملاحظه مهمه، مقاييس التشتت تتاثر فقط بعمليتي الضرب والقسمه. طيب هلا راح اعطيك مثال مهم، مهم انتبه يعني ايش. انا دائما لما اقول لك مثال مهم يا طلاب النظم، مثال مهم ايش معناه؟ وسط المعلومه. بحكي لنا إذا كان التباين لمجموعة من القيم، معطيك التباين 1.44%، عدلت جميع القيم بحيث تم ضرب كل منها في 5، يعني نضرب كل قيمة بخمسة وإضافة 3 لكل منها، إذا نضرب بخمسة ونضيف 3، يعني العلاقة لو بدنا نحول العلاقة خطية صاد تساوي 5 س زائد 3. قلنا ما قيمة الانحراف المعياري للقيم.
قيم بعد التعديل. طب هم معطيني التباين وطالب مين من الانحراف المعياري. هلا اذا اول شيء لازم اطلع قيمه مين الانحراف المعياري. طب احنا بنعرف انه التباين ايش هو؟ عين تربيع. طب انا بدي الانحراف المعياري عين، كيف اخلص من التربيع؟ بدي اخذ الجذر التربيعي للطرفين. اذا عين الانحراف المعياري يساوي الجذر التربيعي للتباين اللي هي 1.44%. لما اجي اطلع الجذر التربيعي ل 1.44% 144 بنعرف انه 12 وبنرجع الفاصله مكانها بصير عندنا احنا هيك طلعنا قيمه مين الانحراف المعياري. الان بطبق على القاعده العلاقه اللي احنا طلعناها قبل شوي وركزنا عليها. الانحراف المعياري بعد التعديل يساوي مطلق الف ضرب الانحراف المعياري قبل التعديل. هلا الضرب احنا بدنا نضرب بخمسه، اذا بس باخذ الضرب ما بزيد ثلاث لانه مقياس التشتت لا يتاثر بعمليه الجمع. اذا بصير خمسه ضرب واحد واثنين بالعشره يساوي سته. اذا الانحراف المعياري بعد التعديل يساوي سته. طبعا هون راح تطلق على الجانب اللي حكيناه قبل شوي انه التباين عين تربيع والانحراف المعياري شو بيساوي؟ عين. فاحنا عشان نوجد قيمه الانحراف المعياري بناخذ الجذر التربيعي للتباين، التربيع مع الجذر بروح فبيسمع عندنا قيمه عين. طلع عندنا موضوع بسيط اخير مهم اللي هو المتوسط الحسابي بعد الدمج. المتوسط الحسابي يعني كيف بعد الدمج؟ يعني مثلا كان عندنا شعبتين، شعبه الف مثلا معدل علاماتها اللي هو المتوسط الحسابي مثلا 50 90، وشعبة باء مثلا معدلها 95، بس عدد الطلاب بالصفين مختلف مش نفس العدد. كيف اطلع لو جيت انا دمجت الصفين مع بعض بدي اطلع المتوسط الحسابي بعد ما ادمجه؟ الان راح نشرح هذا المثال. بقولنا مثلا اذا كان عدد الطلاب بالصف العاشر الف مثلا 22 طالب والمتوسط الحسابي لعلاماتهم كم؟ 34. وكان عدد الطلاب العاشر باء 28 طالب والمتوسط الحسابي لعلاماتهم يساوي 30. جد المتوسط الحسابي بعد دمج الشعبتين معا. نيجي كيف ننتبه للحل. هلا الحل طبعا كتبت لك القانون بالكلمات بس عشان تفهم شو هاي الرموز، والقانون هاي الرموز بس انا نوضح. المتوسط الحسابي بعد الدمج يساوي المتوسط الحسابي الاول ضرب عدد القيم الاول زائد المتوسط الحسابي الثاني ضرب عدد قيم الثاني على مجموع القيم بالشعبتين، عدد قيم الصف الاول زائد عدد قيم الثاني. هلا لو كانوا ثلاث شعب بكتب زائد ايش المتوسط الحسابي للشعبه الثالثه ضرب عدد الشعب الثالثه على مجموع ايش اعداد الكل. هلا بالرموز القانون س فتحه او س بار او المتوسط الحسابي بعد الدمج يساوي المتوسط الحسابي الاول ضرب عدد قيمهم، يعني نون واحد هاي عدد قيم الصف الاول ضرب المتوسط الحسابي للشعب الثاني ضرب عدد قيم الشعب الثاني على مجموع عدد في الشعبتين معا. واضح 34 متوسط الحسابي لشعبه الف ضرب عدد طلابها 22 زائد 30 متوسط الحسابي للشعبه ب ضرب عددهم 28. الان لما نضرب 34 ضرب 22 بتطلع 748، لما اضرب 30 في 28 بيطلع 480، ونجمع 22 زائد 28 بيطلع عندنا 50. هلا بجمعهم بجمع 748 زائد 480 بيطلع 1588 تقسيم 50. طبعا لما اقسمها قسمه طويله بيطلع الجواب 31.76. لاحظ احنا حكينا انه صف الف متوسط 34 ومتوسط باء 30. هلا لو بدنا نيجي نطلع متوسط الحسابي بالطريقه اللي احنا بنعرفها باجي بجمع هذول بيطلع الجواب 32 وما بيطلع 32. لاحظ اذا الجواب ما بيطلع متوسط الحسابي للعلامتين. فهذا الموضوع بسيط وسهل جدا. هيك احنا بنكون انهينا المطلوب منا في درس اثر تعديل البيانات على مقياس التشتت. اذا باقي الامثله والمواضيع اللي مشروحه في الكتاب اللي ما احنا تطرقنا لها في هذا الفيديو بتكون غير مطلوبه من طلاب العاشر في او طالبات الصف العاشر في مدارس النظم الحديثه. الان اعطيكم واجب بسيط، السؤال الاول صفحه 110 والسؤال الخامس صفحه 111. هلا هذه الاسئله اللي هي تطبيق على درسنا. بكون هيك انهينا درس اثر تعديل البيانات، وبتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما انهي الفيديو ممكن الاسبوع الجاي بعد ما تخلصوا امتحانات عملكم ورقة عمل او امتحان آلي، لسه ما قررنا الموضوع على هذول الدرسين.
ورقة عمل كلها اختيار متعدد أو اختبار آلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم ألف ألف عافية.